أهل الكويت ربنا إن شاء الله يخلي كل يوم في حياتهم أمن وأمان وسعادة. فنطمن أهل الكويت احتفلوا بفرحكم، احتفلوا في أعيادكم، لكم إن شاء الله رجال ونساء تسهر على راحتكم من بعد رب العالمين. احنا محجوزين، احنا موجودين لراحة أهل الكويت. اللي شفناه يا اخواني وخواتي ما هو جديد عليكم، بالاعداد الجيد، بالتدريب الجيد، وانا دائما اركز على موضوع الاعداد والتدريب عشان ناخذ هذه النتائج. اللواء عبد الفتاح مشرف على ما بيها كبر السن القانوني وراح يترك وزارة الداخلية، يمكن في الأوراق لكن في جسمه وفي تواجده ويانا. هذا الرجل واحد من الرجال الكثيرين إن شاء الله في وزارة الداخلية اللي نفخر فيهم. بعد إذنكم أبعطيه كل التحية والتقدير. هذا التمرين الميداني والعملي الذي يعد من التمارين التعبوية المهمة للوقوف على جاهزية واستعداد مختلف الأجهزة الأمنية والدفاعية والوقائية ورفع كفاءتها وتأهيل وصقل ما اكتسبوه من خبرات ومهارات أمنية في تمارين سابقة. بالأمس ليس ببعيد افتتح معاليكم مقر ومعسكر القوات الخاصة ومدينة التدريب المتكاملة التي تعتبر صرحاً من صروح الأمن، سوف يساهم إن شاء الله في استتباب الأمن في ربوع دولتنا الفتية. ونظم هذا المعسكر وهذه مدينة التدريب خلال العام المنصرم أكثر من 24 دورة في مختلف تخصصات القوات الخاصة.